من القاهرة أحمد جمال زيادة المعتقل السابق. أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا. طيب، أنت كنت معتقل في سجن أبو زعبل في أثناء زيارة سابقة للسجن، احكي لنا عما حدث وقتها، وهل قامت وزارة الداخلية بأي استعداد قبل زيارة الوفد للسجن الذي كنت فيه آنذاك؟ بالظبط يا فندم، انا كنت موجود في سجن ابو زعبل، كان في زياره في شهر مارس الماضي. هو بس انا عايز عشان اختصار الوقت عايز اوضح بعض النقاط اللي بتحصل قبل ما مجلس القومي لحقوق الانسان يجي. واحد، هي الزياره اولا ما بتبقاش مفاجاه، يعني انا رئيس المباحث بلغني بالزياره قبل زياره مجلس القومي لحقوق الانسان ب7 ايام، فهنا ما فيش مفاجاه، انت مالكش صلاحيه اصلا انك تزور السجن في اي وقت الا لما الداخليه تسمح. تاني حاجه، المعتقل اللي الداخلية تسمح ليه بانه يتكلم عن المجلس القومي لحقوق الانسان في الغالب بيكون تعرض للتهديد عشان ما يحكيش اي سلبيات حصلت او اي انتهاكات. وطبعا مش كل الناس هتقدر تتكلم قصاد الجلاد بتاعها، يعني زي مثلا انا حصل معايا ان انا كنت في مكتب مامور السجن، كان فيه حشد كبير من لواءات داخليه ومن مساعدين وزاره داخليه كل ده، ورفضوا الانسحاب. يعني أنتم عندما تتكلمون إلى أعضاء المجلس، ضباط الداخلية موجودين أيضا معكم؟ ضباط داخلية ومساعد وزير الداخلية نفسه كان موجود، رافض الانسحاب، رافض إن أنا أتكلم إلا في وجوده يعني. فحتى ساعتها الأستاذ جورج إسحاق طلب منهم إن هم ينسحبوا، هو رفض، قال له ده ممنوع، فأنت أصلا مالكش صلاحية إنك تقول أعمل إيه وما أعملش إيه. تالت حاجة كمان، إن أسبوع قبل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لأي سجن كافي جدا لترتيب بعض الامور، زي مثلا يحضر مشويات وكفته طيب. ويفتح كافيتيريا ويدخل ادويه، مع ان اصلا احنا اتمنعنا من دخول، يعني طيب جمال، لما يكون عندما في حد شاهدت انت امام بيتمنع. التقرير عندما شاهدت انت التقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان، وانت تتحدث الان عن طريقه عرضه للاكل وهذه التجهيزات، ماذا تبادر الى ذهنك؟ يعني فعلا انا يعني اول حاجه جت في ذهني لما شفت المدى وحافظ ابو سعيد ده، يعني انا تخيلت مثلا حافظ ابو سعيد ده هو في زنزانه اسمها التاديب، وتخيلت هو يقدر يقعد في زنزانه التاديب دي ساعه ولا لا، يقدر يقعد في زنزانه من غير ما يعمل حمام لمده اسبوع كامل، وتخيلت هو يقدر يقعد من غير ما يشوف هواء ولا يشوف شمس لمده اسبوع. انا ما تخيل، يعني ما اعتقدش ان حافظ ابو سعيد يقدر على ده. ويعني انا اعتقد ان دلوقتي حاليا المجلس القومي لحقوق الانسان بقى درع من دروع النظام، لان هو مش هيقدر يدافع عن اي معتقل ولا هيقدر يقول حقيقه. كمان انا عايز بس اوضح ان موقف استاذ رجع عمران اعتقد ان هو كان مخالف كمان للي حصل مع الزياره، لان هي بنفسها قالت لي انها اتمنعت من انها تروح الزياره معاهم، هي والاستاذ جورج اسحاق. فطبيعي ان انا متاكد ان الزياره دي بالذات كانت مترتبه مع الداخليه، كل شيء مترتب، واعتقد ان حافظ السعاده ليه يد في الموضوع. تاني حاجه كمان عايز اقول لحضرتك، ان حتى بعد الزياره اللي حصلت في شهر مارس الماضي، انا عايز اسال المجلس القومي لحقوق الانسان سؤال. انت بعد ما عرضت انتهاكات، وبعد ما انا اتكلمت وحكيت، وبعد ما في ناس تعذبت وانت شفت ده بنفسك، انت قدمت ايه للسجناء اللي كانوا موجودين ساعتها؟ ايه اللي اتغير في السجون؟ عملت ايه؟ مين الحاكم؟ حضرتك ساعتها اصلا النيابه والطب الشرعي اصدروا بيان انهم حققوا في الانتهاكات اللي حصلت في سجن ابو زعبل، بينما ما شفناش حد لا من الطب الشرعي ولا من النيابه. يعني كل الحكايه ورقه اتكتبت وبيان اتذاع في الميديا ان هم جم حققوا وان هم هيحاسبوا، في الاخر ما لقوش انتهاكات، والمجلس القومي ما كانش ليه اي دور، ولا لحد ولحد دلوقتي لسه ما لهوش دور. لما دلوقتي يبقى في زنازين في السجون بيقعد فيها اكتر من 40 معتقل على البلاط شتاء او صيف، وانت ما تتدخلش ولا تعمل حاجه، لما بيكون في حمله رسميه من مصلحه السجون اسمها حمله تجريد رسميه، يجي ياخد منك كل الملابس ويجي ياخد منك كل البطاطين وكل شيء معاك وكل حاجه هي سمحت بدخولها، وانت مالكش دور غير انك تقول ان السجن العقرب اللي هو من اسوء سجون في مصر واللي هو سلخان التعذيب، تقول ان احنا عندنا مشويات وان احنا عندنا ادويه، بينما احنا كان بيتمنع عننا العلاج في سجن ابو زعبل. دلوقتي لما يكون في ضابط واقف على التفتيش يقول له ممنوع العلاج، ازاي ممنوع العلاج؟ انا مش فاهم. يعني حتى لو هو بيعوضك جوه السجن برعايه صحيه او باي شيء يعني يخليك على الاقل تقدر تتعايش مع السجن، كنا نقول ماشي، انما تمنع العلاج يبقى انت اكيد كده بتشارك في جريمه قتل. والمجلس القومي لحقوق الانسان
سقوطه على الكلام ده يعتبر مشارك في جريمة قتل. ناس بتموت جوه في السجون بتموت من عدم الرعاية الصحية، وانت شايف ده وساكت. وانت لو اعتقد يعني ان لو طيب. في شوية ضمير، انت لو شايف ان انت مش عارف تعمل حاجة، اعتقد انت تنسحب، ما تقولش بقى انا بدافع عن حقوق الانسان، لانك ما بتدافعش عن حاجة. انت مالكش، انت وجودك زي عدمه، مالكش لازمة بكل صراحة يعني. طيب وصلت واتضحت الصورة، شكرا جزيلا لك أحمد جمال زيادة المعتقل السابق.